ازاي؟ نلتقي بعد الفاصل. عمال يرش في طقم نصايح للدنيا كلها، بس سبحان الله يا اخي اللي يشوفه هو هادي كده في التلفزيون ما يشوفوش ابدا في الاسم. والنهارده رايق قوي وهادي، يعني روش قوي، واضح متعدى مننا. يعني لو استمتعوا بجمال ما خدتيش بالك من حاجه؟ وطي التلفزيون ده عشان اعرف اكلمك، ولا انت خلاص وقعت في دباديب وكمنه مشهور يعني وبيطلع في التلفزيون وبيكتبوا عنه في الجرايد؟ الراجل ده بيتكلم عنك، صدقيني يقصدك. ولعلمك بقى انا هرشت لك الراجل ده وعرفت لك لبيته. الراجل ده بيحبك انت وعينه منك انت مش من امك. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه، انا شايف بصاته بيكي وكان غيران مني كده ومش طايقني. كان بيتكلم عن الجمال، يقصدك انت يا نور عيني. يا ابني انت عبيط، يحبني ده ايه؟ ده راجل قد ابويا. هو انا منكرش ان اهتمامه بيا زياده شويه، بس ده متجوز وعنده عيال اكبر مني. وبعدين هو متخيل ان انا ابص له على ايه يعني؟ ده انا اول مره شفت اديتهم له قلت له ما بتقش كلامك ولا برنامجك اللي الناس كلها بتتشحتف عليه ده. لا ما زعلش، بالعكس كان رايق قوي. بقول لك ايه، احنا هنقضيها كلام على ليلى. اسمعي انت جايه ولا لا؟ السفاري يا بنت، السفاري جو ورقص وروقان ومود، حياه حياه. وعلى ما يبقوا يغيروا المناهج هقول لكم على اجمل فكره. القران الكريم في اقوى لغه واجمل صور واحلى موسيقى، في اعجاز. كل يوم لمده ربع ساعه نص ساعه على قد ما تقدر اقروا بعض الايات بصوت عالي وبالتشكيل اللي موجود في المصحف. هتحبوا اللغه العربيه وهتستمتعوا بيها، ومش هتعرفوا تتكلموا بلغه تانية ابدا. هتبطلوا هيسلوا ونفضلوا وحلالوا وكلام. حلو الكلام طبعا، حلو جدا. اهي الحلقه خلصت. لا انزل معاك ده ايه؟ ده كل نص ساعه بيكلمني يطمن ان انا ما نزلتش. الله يخليك يا سعاد. المهم ان انت شفت الحلقه. لا لا ايه ده، من اولها لاخرها. طب هي فين دلوقتي؟ نايمه من دلوقتي؟ في سبع نومة. بعد ما شافت الحلقة بتاعتك لوحدها في اوضتها خرجت الصالة وسالت لي على الجرايد وقعدت تقلب في الجرايد لحد ما عترت على الموضوع اللي نزل لك في الجورنال وقعدت تقرا فيه وعمالة تبوس في صورتك. والله البنت قلبها حاسس يا مصطفى. ايه بس الساعة سبعة ونص دلوقتي، معقولة تنام من دلوقتي؟ والله كويس، اصل اول حاجه الواحد عشان يعدل نظام حياته يعدل نظام نومه. المهم بقول لك ايه، في حد مش شايل المنحله دي بيكلمها؟ مفيش غير الزفت اللي اسمه خالد ده هو اللي اتصل بيه. بس هي شاورت لي بايديها مش عايزه اتكلمه. الولد ده هو اللي مبوظ نانسي، لازم تبعد عنه باي شكل. ايوه طبعا. طيب يلا مع السلامه. في واحدة أسرق برا. مين؟ بيقول ملازم علاء. خليه اتفضل. اتفضل علاء بيه. السلام عليكم. ازيك يا علاء؟ اتفضل يا ابني، أهلا وسهلا. أنا مقصر جدا ما بسألش عنك. ازاي حضرتك يا ابني؟ الحمد لله حبيبي، وأنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله. طبعا مش عاجباك القاهرة. لسه الأولاد بتوع الديسكو دول مغلبينك؟ لا خلاص بقى، لا هيغلبوني ولا هغلبهم. أنا أصلي اتنقلت الوحات. الوحات؟ طب ومالها الوحات يا دكتور؟ طب ما هي في مصر برضه، والظاهر كده ان انا ما بقتش اجي غير في الاماكن الجميله دي. يا ابني بس انت لسه جاي من كفر اصاله يودوك الوحات؟ متهيألي دلوقتي مفيش حركه تنقلات يعني. واضح ان هم عملوا لي حركه استثنائيه. عارف حضرتك الواد الصايع اللي مش متربي ده اللي كان هيمسك فيا وانا في القسم؟ ايوه طبعا عارفه. اهو الواد ده بقى ابوه طلع واصل شويه، فوصى عليا توصيه حلوه
فشافوا ان انا لا اصلح ان اكون ضابط في المناطق الراقيه دي. يخرب بيت كده الواد ده، كمان اسفل بني ادم شفته في حياتي. ما تاخدش في بالك يا دكتور، انا هبقى مبسوط هناك اكتر. انا بس جيت علشان اسلم عليك قبل ما امشي. اشوف وشك بخير. مع السلامه علي، خلي بالك من نفسك ان شاء الله. يا ريت بعد اذن حضرتك تسلم لي على الدكتوره زينب. انت مالك يا رضوان؟ قول لي بس، قاعد تزوق في الكلام وبتلف وتدور. حدد، ادخل في الموضوع على طول. قول لي ببساطه كده، انت عايز ايه؟ يا دكتور هلال يا اخوي، انا جاي لك في ظروف ما يعلم بها الا ربنا. انا اتصيت في عقلي وجبت العيال على هيني، والقرشين اللي كانوا تحت البلاطه طلعتهم، وخدت شقه بقى من ام اجار جديد، واكل وشرب ومدارس. القرشين اتبخروا وبقيت على فضي الكريم. انا طبعا مش جاي اطلب منك سلفه، لا، ماني عارف ظروفك. انا كنت مخموم فيك، انما اليومين اللي قعدتهم معاك في الحزب عرفوني ان انت يا دوب عايش. طب انت عايز ايه بقى؟ ما هو اصلي انا خايف يعني اطلب منك طلب. لا تفتكرني عايز تعمل لوافتي جنبك في الانتخابات. يا رضوان، هو انا طلبت منك تقف جنبي في الانتخابات عشان يبقى في تمن؟ انا ما اقصدش يا دكتور، بس المبلغ اللي اتعرض قدامي عشان اقول في حقك لا سمح الله كلمتين وحشين كان يعيشني مرتاح العمر كله. وبعدين انا ما اديتكش صوتي لوحدي، لا، ده انا كمان اديتك اصوات اولياء الامور في مدرسه كفر الاصاله كلتهم. يا رضوان، انت قلت لي الكلام ده مليون مره، قول لي انت عايز ايه وخلصني. ما هو انا جاي لك في الكلام. ما هو ما بيجيش الكلام ده، ما بيجيش. خرجت فين؟ مش قلت لي انها كانت نايمه قدامك على الكنبه؟ اديني تليفونها وتليفون الواد السافل ده. ما بيردوش ازاي؟ طيب اكلمهم بعدين. ما هم البنات كلاتهم كده، ما يزلش الراجل منينا الا بنته. وده راحت فين في نصاص الليالي دي؟ وامها يعني مش قادره تربيها ولا ايه؟ بتتكلم عن مين يا دكتور؟ عن بنتك يا دكتور. مين اللي قالك ان دي بنتي؟ امال انت ملهوف عليها قوي كده ليه يعني؟ وامها بتاخد وتدي معاك في الكلام زي ما يكون في عشم كبير قوي بينكوا يعني. رضوان، انا مش رايق لك. معلش معلش، سيبني لوحدي شويه. ايه؟ هتسيبني يعني وتروح تحل مشاكل الغرب؟ طب اعرف مشكلتي. ما انت جهزت العيله حالي. اصلي انا لقيت ورقه، هي حتة ورقة يا درش، إنما الورقة دي عطية به أو غيره ممكن يدفع فيها مش أقل من 1,000,000 جنيه. ورقة إيه يا رضوان؟ أبويا أصله كان شغال في المحافظة في المنطقة التعليمية، وأبوك زي ما أنت عارف كان مدرس. ده إحنا هنحكي بقى من أبويا وأبوك. أبويا كان يحب أبوك موت، كان يحبه قوي. ولما أبوك أصر بقى إن أنت تخش علمي عشان تدخل كلية الطب وتطلع دكتور، قام أنت سقطت سنتين ونجحت التالتة، صح؟ الكلام ده إحنا مش عارفينه. قول لي يا رمضان، إيه الجديد في الموضوع ده؟ أنت متأكد إن أنت نجحت في الثانوية العامة يا مصطفى؟ هنهزر بقى. هي الحاجات دي فيها هزار. شوف يا سيدي، أبوك لما شاف الشهادة الأصلية اللي تثبت إن أنت سقطت في الثانوية العامة حتى بالأمارة كنت سائط جبري وكيمياء، راح لأبويا وقعد يعيط ويلوم نفسه. أبويا بقى إيه؟ صعب عليه، أصلهم كانوا صحاب قوي. شاف له ابن الحلال اللي إيه؟ زور شهادة وخلاك ناجح. إيه الكلام الفاضي ده؟ هتألف؟ وألف ليه يا دكتور؟ أهو دي الشهادة الأصلية اللي تثبت إنك كنت سقطت في الثانوية العامة في السنة اللي دخلت فيها الكلية. زي دي لو طلعت دلوقتي شوف اي حد يدفع فيها ايه؟ ده يدفع فيها دم قلب. طب والجامعه هيكون تصرفها ايه معاه؟ وهنا في الحزب هيبصوا لك انهي بصه؟ طب واهل البلد هيدوك اصواتهم ولا هيقولوا عليك مزور؟ ربك والحق،
أنا من ساعة الورقة دي ما وقعت في إيدي وقالي خلاص ما عدتش أدوق طعم النوم، لدرجة إني أنا عملت منها 500 نسخة. اللي معاك دي صورة، إنما الأصل أنا خفيت يا هلال يا أخويا. إيه ولا يقع في إيد حد كده ولا كده يستغل الموقف. قولي ناوي على إيه يا هلالي؟ أنا مش مصدق أبويا يعمل كده. الشيخ الهلالي يزور؟ لا يمكن دي تكون حقيقة. طب ما سألتش نفسك ساعتها انت نجحت ازاي؟ يمكن انت ناسي. خلينا افكرك، انت جيتني يوم امتحان الكيمياء وقلتلي ان انت حليت سؤالين من 5 وطلعوا غلط، يعني انت كنت عارف انك سقط صح. انا هكذب ليه يا هلالي؟ ده انا جايب لك ورق يثبت كلامي، الشهادة الأصلية اللي ابوها عن الدنيا كلها. الشهادة دي كان فين طول السنين دي كلها؟ في الحز والصوم، في خزنة أبو الحاج الله يرحمه، والخزنة دي ما كانش حد يقدر يهوب منها طول ما هو عايش. هو مات يوم 10 سبتمبر، تاني يوم أنا فتحت الخزنة، لقيت الورقة دي في وشي، يعني بالعيني 11 سبتمبر. الله يخرب بيت 11 سبتمبر. أني ورق أبويا الحاج الله يرحمه محتفظ بيه كله، ما فرطتش في قصقصة منه. إيه؟ بتبص لي كده ليه يا هلالي؟ لا، أوعى تكون فاكر إني جاي أبتزك ولا أستغلك ولا أطلب منك أيات وحاجة. أنا مش واطي كده يا درش. إحنا عشرة عمر. وأنا لو عايز منك فلوس ولا أي مصلحة ما كنتش جيت لك بالورقة لحد عندك. أنا كنت رحت لأي حد من اللي يهمه إنه هو يشوه صورتك قدام الخلق. أنت عايز إيه؟ شوف يا هلالي، إحنا مولودين في شهر واحد، بينا وبين بعض أيام قليلة، إحنا عاملين زي ما نكون كنا توم، وإحنا عشرة عمر، ده إحنا 20 سنة ما افترقناش عن بعض. أنت جيت مصر وربنا إدالك بقى حب الناس والمجد والشهرة، يعلم ربنا أنا فرحتي بيك لا توصف. وانا زي ما انت عارف بقى اتدفنت في البلد، كل اللي أنا عايزه منك إن انت تساعدني، تقف جنبي، تمد إيدك ليا، تساعد صاحبك. أساعدك إزاي؟ ما أنا شايف يعني كبارة البلد ورجال الأعمال داخلين خارجين عندك ويتمنوا لك الرضا ترضى، يعني أنت بإشارة كده صغيرة لأي واحد منهم هينفذ لك طلباتك من غير قيد ولا شرط، يعني أنت تزكيني بس عند أي واحد فيهم، ساعتها أنا أقب على وش الدنيا. الطلب بيبقى مشروع لما يكون عندي فرصة إن أنا أرفضه أو أقبله. تفتكر في الظروف دي عندي فرصة إن أنا أرفضه؟ لا. وترفض ليه يا هلال؟ انت ترفض يعني ان انت تساعد اخوك وبلدياتك وحبيبك؟ ده انت ساعدت ناس ياما ما تعرفهمش ولا لهم اي حق عليك، وعملت لهم اللي ما يعمل. الطريق بتاع البلد دي مش انت اللي عامله؟ ها؟ مش اتكلف ملايين؟ مين اللي كان وراه؟ مش انت يا هلالي؟ اديني فرصه افكر، انت فاجئتني. يا بس ما تتاخرش علي يا هلالي، عشان انت عارف يعني الظروف صعبة معايا قوي يعني، والبني ادم لما ييأس والدنيا تسد في وشه ما بيبقاش عارف هو بيعمل ايه. ده لهجة تهديد يا رضا. لا استغفر الله العظيم، أني اهددك يا هلالي؟ لا لا استغفر الله، ماني عارف المواويل اللي انت فيها، انتخابات وبلاوي زر. انا كل اللي بطلبه منك ان انت تزقني زقة. انا شفت بكري سلمان خارج من عندك، عارف بكري سلمان ده لو انت عرفتني بيه هيحطني في حبابي عينيه، وانت كنت وعدني يعني ان انت تشغلني في وظيفة، اذا كانت يعني حكاية الشهادة مضايقاك انساها خالص كأنها مش موجودة. هقابل بكري سلمان امتى؟ هكلمه وأقولك. طيب ابقى افكرك حكم، انا عارف مشغولياتك. انت واثق ان انا لا يمكن هنسى رضوان؟
ربنا يخليك ليه يا مصطفى، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا مصطفى يا ابن الشيخ الهلال، ويدي لك على قد نيتك يا رب. قلت لك من غير معايا مش قادر اصبر، البنت مش عارفه راحت فين. مالك يا مصطفى بتبص لي كده ليه؟ انا بكلمك. لو قالوا لك ان انا مزور يا سعاده تصدقي؟ وده سؤال برضه يا دكتور، مفيش حد في الدنيا دي كلها يسد عليك حاجه زي دي، حتى لو في مستندات. ده انا لو شفتك بعناية وانت بتزور هكدب عناية. يبقى الناس بتكذب اللي تكذبه حتى لو كان صدق، وتصدق اللي تصدقه حتى لو كان. مالك يا مصطفى؟ انا مش فاهمك النهارده ابدا. اي بس انا مصدق رضوان الكومي. مين رضوان الكومي ده؟ ما تخديش في بالك. البت دي راحت فين؟ مع خالد. تاني الواد السافل ده. لزق لها. عامل لها زي العمل الراضي، مش لاقي الراجل يقف قدامه ويكلمه. هما فين دلوقتي؟ عمال اكلمهم في التليفون، هما الاتنين ما بيردوش. طب ما فيش اي تليفون تاني في الشله البايظه دي؟ بتهيألي معايا نمر التليفون اللي اسمه احمد ده. الو؟ ايوه يا احمد. ايوه يا استاذ احمد، انا مصطفى الهلالي. انتوا فين يا ابني؟ ايوه عايز اجي لكم. لا ما تقولش لحد اني جاي، خصوصا نانسي. فين؟ 25 كيلو الطريق الصحراوي و5 كيلو يمين جوه الصحراء. شكرا. انا جاي معاك يا مصطفى. لا انا هروح لوحدي، انا لازم الحق البنت. جايز بكره ما اقدرش. انا لسه في مصداقيه عند الناس. بكره جايز افقدها. ابقى محتاج حد ينقذني انا. بذمتك في جو احلى من كده؟ يا نهار ابيض، ماما كلمتني 20 مره كمان انا بتفرق. ماما ايه وبابا ايه دلوقتي؟ مش طالبه اهالي تعايشي مع الواقع. قولي يا خالد، انت بتحبني؟ امال قاعد معاكي ليه يعني؟ بعطف عليكي حسنه. بس انت عمرك ما قلت لي انك بتحبني. الكلام ده لسه بيتقال يا نانسي، الكلام ده خلص من زمان. اصل هنقوله لبعض، هنخنق نفسينا بالاونطه. بحبك بس ليكي مزاج ترقصي مع حد غيري، ارقصي. تهزري مع حد غيري، هزري. انا ليه اخنقك؟ انا كمان احب اكون حر. يا سلام، مع فوسي مثلا؟ وايه دي ايدي كمان اللي هبص لها؟ انت هتصيع عليا. يلا يلا بطل صياع، يلا صوركم على الموبايلات. مين اللي بعتها لك؟ هو في صوره بتتبعت على الموبايل ما توصلش لمصر كلها في ثانيه وربع؟ لعلمك بقى ما حدش من الشله اصلا. هي اللي راميه جدتها عليا. يا حنين، وانت بقى قمت لاقف جدتها؟ ده انت بتغيري بقى. اغير من مين؟ دي اخرها تسيق لنا الشقه. انت عبيط؟ عيش يا بابا، عيش عيش يا حبيبي. دي هي مره واحده بس اللي خرجت معاها فيها والله يا نانسي. وهي دي المره اللي صورتها فيها؟ ده لعلمك كده انت مش طبيعي والله العظيم. مفيش مده تعرفها الا بتبقى عايز تتصور معاها. انت هاد انت مش عبود غني؟ ما تخليه يعمل لك فيلم هو تتصور مع الموزس ببلاش، بدل ما انت داري تصور لنا ببنات الناس كده. على الاقل انا واضح، واي واحده فاهمه انا عايز منها ايه بالظبط، وهم يومين ثلاثه وبخلع. الدور والباقي على الراجل المحترم الكباره اللي مش هحتفى وراك. قصدك مين؟ الطريق الوحيد. دكتور مصطفى؟ ايوه يا ننوس، الدكتور مصطفى، الراجل اللي اتهبل على كبر وحب واحده من دور بناته. طب وربنا انت واضح عبيط ولا فاهم حاجه اساسا. طبعا دراعي من هنا اهو، المكان الراجل ده بيموت فيكي. في حد يسيب بيته وعياله ويحب واحده من دور بناته؟ خالد معاه حق، انا شايفه كده برضه يا نانسي. بصيته ليكي غريبه قوي، وانا كمان شايفه كده باينه قوي. استنوا استنوا، ام قلتهولكم وقفوها في المزيكا. انزل بالتترات.
الطريق الوحيد. اقعدوا اقعدوا. اول كلامي سلام. انا بدعو الشباب انهم يلتزموا بالاخلاق والفضيله، انما انا ضد التزمت. حبوا بعض، اتمتعوا بحياتكم يا جماعه. لو كل واحد قلبه عمران وضميره صاحي لا يمكن هنغلط ابدا. حلو الكلام. نيجي بقى لبالليل في الديسكو والاسم. ارجوك يا علاء بيه والنبي يا علاء بيه، الا نانسي يا علاء بيه والنبي يا علاء بيه، اضمنها واروح بيها.